تقول عندي بنتان ونفسي في ولد، فهل يجوز أن أعمل تحديد جنس المولود؟ أرجوكم الإفادة. نعم يجوز، فهذا نوع من أنواع التداوي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، أو كما قال.